الفاتي اسيد سينسز زيه بالظبط زي اي عمليه فيها بناء، فيها انابوليزم، فيها كربونات. الكربونات دي في الاخر هتعمل ديل كده، ديل اوف كربون او تشين اوف كربون له عدد معين، على اساس العدد ده بيتسمى الفاتي اسيد. فهي انابوليك بروسيس. في قاعدة كده في البايوكيمستري يقول لك ايه، اي انابوليك بروسيس يبقى المفروض اللي منشط للعملية دي هو الانسولين. دي حاجة كده مش محتاجة حفظ، يعني المفروض تكون انت عارف. تمام. الحاجة التانية ان الانابوليك بروسيس زي ما قلنا كده في كاربونز، فالوحدة الاساسية بتاعت الفاتي اسيد سينسز هي الاسيتايل كو اي. الاسيتايل كو اي هو عبارة عن مركب في اتنين كربون، واللي هو المساعد الكو اي ده ماسك فيه. الحاجة التالتة ان التفاعلات البناءة، العمليات بتاعة الريدكشن والاكسيديشن اللي بتحصل ما بنحتاجش الناد، امال بنحتاج ايه بدلا منه؟ الناد بي. ناد بي يتحول ناد بي اتش بلس اتش، او ناد بي اتش بلس اتش يتفكك ويدي هيدروجين ويتحول الى ناد بي. تعال نشوف كل واحد من العوامل دي بالتفصيل في عملية الفاتي اسيد سينسز، بيجي منين، ايه الدور بتاعه وهكذا. الاسيتيل كو اي مثلا يجي منين؟ كان في زمان تفاعل في اخر الجلايكوليسيس، او مش اخر الجلايكوليسيس، بداية الكريب سايكل، لما البيروفيت بيتحول الى اسيتايل كو اي، عشان الاسيتايل كو اي يدخل في اول رياكشن بتاع الكريب سايكل مع الاوكزالو اسيتيت، ويدينا السيتريت. كويس. فكان البيروفيت بيتحول الى اسيتايل كو اي بانزيم مهم جدا، وكان في سي بي ال بالعنوان بتاعه اللي هو البيروفيت دي هيدروجينيز انزيم. كويس. البيروفيت دي هيدروجينيز انزيم بيشيل اتش، الاتش دي بتروح في مكان ما على الناد فيتحول الى ناد اتش، وبيبقى فيه كربون بيطلع في صورة CO2. يعني عايز تقول ان البيروفيت الثلاثي الكربون اللي فيه ثلاث كربونات اتحول الى اسيتايل كو اي اللي فيها اتنين كربون. كويس. اللي هو بتاعنا ده. طيب دي اول ايه، اول قصه. طب القصه الثانيه بتاعنا، الاسيتيل كو اي هيتحول الى سيتريت مع الاوكزالو اسيتيت، لان طبعا زي ما انت شايف ان الاسيتيل كو اي 2 كربون والاوكزالو اسيتيت 4 كربون. طيب عشان احول السيتريت الى اسيتيل كو اي يبقى انا كده هعكس التفاعل. طب هعكس التفاعل ازاي؟ يقول لك اول حاجه خلي بالك ان الستريت ده ما فيهوش كو اي اصلا، يعني الستريت كحد ذاته هو كاربونز ما فيهوش العامل المساعد الكو اي. طيب عشان الستريت يرجع تاني الى اسيتايل كو اي، الستريت اللي هو حاصل جمع الاثنين كربون مع الاربعه كربون اللي هو السته كربون، يرجع تاني الاثنين كربون، يبقى هنعمل عمليه ايه؟ باك تو بيزكس برضه في الاساسيات بتاعت الكيمياء الحيويه، هنعمل ايه؟ هنعمل لايسيس. حلو. يبقى انا كده كسرت السته حولتها الى اتنين، بس في كمان حته صغيره. انا لما كسرت ما كسرتش بس كربون، ده انا اديت كمان الكو اي. الكو اي عشان تمسك في كربون يبقى كأن بالظبط هنشحن الكربونز بالكو اي. عمليه الشحن دي محتاجه ايه؟ محتاجه اي تي بي. يبقى نجمع بقى المعلومات على بعض، يبقى اسمه اي تي بي سيتريت لايز، الانزيم اللي هيكسر السيتريت ويشحنه باستخدام اي تي بي يشحنه كو اي. كويس. طيب السيتريت لما اتحول لاسيتيل كو اي طلع مين تاني؟ طلع اوكزالو اسيتيت. كويس. طب الاوكزالو اسيتيت ده ايه قصته؟ هيروح فين؟ هيعمل ايه؟
يقول لك الاوكزالو اسيتيت ده بيدخل في شاتل. يعني عايز تقول يعني ايه شاتل؟ يعني باثوي في سيركل في دايره بيلف حوالين نفسه، كويس، او باثوي هينقل المركب من جوه مكان الى مكان اخر. مين المكان هنا؟ الميتوكوندريا. هينقل الستريت من جوه الميتوكوندريا الى بره الميتوكوندريا. طب ليه هينقل الستريت من جوه الميتوكوندريا الى بره الميتوكوندريا حيث السيتوبلازم او السيتوسول؟ لان الفاتي اسيد سينسز يا دكتور بيحصل في السيتوسول بتاع الخليه، مش بيحصل في الميتوكوندريا. قاعده اساسيه، الميتوكوندريا اي حاجه فيها اكسجين، فاتي اسيد، بيتا اوكسيديشن، كريبس سايكل، كيتوليسيس، تمام كده. اما العمليات اللي هي الانابوليك موستلي او اولموست كلهم في السيتوسول، ما عدا بعض الحاجات بقى اللي بيبقى الاثنين مع بعض، اللي هي بنجمعها في كلمه هج، اللي هو ايه؟ اتش يو جي، الهيم سينسز واليوريا سايكل والجلوكونيو والجلوكونوجينيسيس، تمام. هج كان يعني بيجمع ايه؟ الميتوكوندريا والسيتوسول مع بعض يعني، ماشي. فهنا الفاتي اسيد سينس بيحصل فين؟ بيحصل في السيتوسول. دي المفروض هتحفظها؟ مش هتحفظها. انت المفروض عارف ان الانابوليك بروسيسز، الانابوليك بروسيسز بتحصل موستلي او اولموست كلهم بيحصلوا في السيتوسول. طيب انا دلوقتي تحصلت على الاسيتيل كو اي على طريق لايسيس وطلع لي الاوكسالو اسيت، مصيره ايه؟ مصيره هيرجع في الرياكشن للي قبله في الكريب سايكل. مين اللي كان قبله؟ اللي هو الماليت. طب وبعدين الماليت كم كربون؟ 4 كربون. الاربع كربون دول هيرجعوا لحاجه مهمه جدا اللي احنا عارفينه. مين هو بقى؟ هو مركب، المركب ده كان بيدي اوكزالو اسيتيت. مين هو؟ البيروفيت. طب معلش سؤال، هو البيروفيت كان بيدي اوكزالو اسيتيت ازاي؟ قول لي هو البيروفيت كم كربون؟ 3 كربون، احنا لسه قايلين فوق، تمام؟ الثلاثة كربون عشان يدي اوكسالو اسيتيت كان محتاج ايه؟ كان محتاج كربونة زيادة. كنا بنعمل تفاعل باستخدام الكربوكسيليز انزيم، وكنا بنستخدم اي تي بي مع كربون بنجيبه من مصدر الكربون بيوتين مثلا، ونحول البيروفيت الى اوكسالو اسيتيت. طب هنا البيروفيت او دلوقتي انت عايز تحول بقى الماليت الى بيروفيت، يعني انت عايز تكسر اللي هو الاربعه كربون دول تحولهم الى 3 كربون. يبقى المفروض هيطلع مين في الحته دي؟ هيطلع كربون في صوره ايه؟ في صوره سي او 2. يعني انت دلوقتي هتعمل دي هيدروجينيز رياكشن، كويس. ما زي ما انت عملت فوق كده البيروفيت دي هيدروجينيز كان بيطلع برضو السي او 2 وفي اتش بتتشال، هنا برضو السي او 2 طلع يبقى في اتش هتتشال. مين اللي هيشيل الاتش هنا؟ معلش سؤال، انت عايز اللي هيطلع ده هيشارك في تفاعل ايه؟ هيشارك في تفاعل بناء. يبقى اذا اللي هيشيل الاتش هنا ناد بي اتش، ناد بي ويتحول الى ناد بي اتش، كويس. يبقى اذا انت هنا المصدر بتاع اللي هيشيل الاتش في التفاعلات الاكسديشن والريدكشن انت جبته هنا من سايكل. السايكل دي بنسميها ايه؟ بنسميها بايروفيت ماليت سايكل، تمام. ايه اللي انا بعمله ده؟ احنا قلنا، افكرك، احنا قلنا الفاتي اسيد سينسز احنا عايزين الاسيتيل كو اي الاثنين كربون الوحده الاساسيه اللي احنا هنكررها في عمليه الفاتي اسيد سينسز عشان تدي نحط نرص الاثنين كربونات جنب بعض لغايه ما نوصل لعدد من الكربونات، هي دي التشين او عدد الكربونات اللي في التشين بتاع الفاتي اسيد اللي احنا عايزين نعمل له سينسز، حلو. فقلنا هنجيب الاسيتيل كو اي منين؟ قلنا هنجيبه من لاما عمليه اللي هو البيروفيت، يبقى اسيتيل كو اي بيروفيت دي هيدروجينيز، او ان الستريت بيطلع من جوه الميتوكوندريا الى السيتوسول وبالاي تي بي ستريت لايز يديني مين؟ يديني الاسيتيل كو اي، كويس. طيب ايه دور الانسولين في القصه دي؟ دور الانسولين ده هيدخلنا في عنوان مهم جدا وهو الريجوليشن اوف فاتي اسيد سينسز.
في نقطة مهمة جدا لازم تعرفها. لو جينا قلنا الاسيتيل كو اي هيمسك في اسيتيل كو اي زيه، وبعد كده يمسك في اسيتيل كو اي، بعد كده يمسك في اسيتيل كو اي، يقول لك لا مش هينفع. كويس، ليه مش هينفع؟ يقول لك ما هو التفاعل ده حصل قبل كده في قصة الكوليسترول سينسز، وحصل في قصة بناء الوحدات الأساسية بتاعة الكيتون بوديز. يبقى إذا قاعدة أساسية، لو الأسيتيل كو إي انضاف إلى أسيتيل كو إي بيبقى أخو 6 كربونات، ما يعرفش يزيد عن كده. طب إحنا دلوقتي في الفاتي أسيد إحنا عايزين نوصل لعدد من الكربونات 16 كربونة مثلا زي البالميتيك أسيد مثلا، أو 18 كربونة زي الستيريك أسيد. يبقى إحنا عايزين طريقة أخرى نضيف بيها الكربونات جنب بعض. إيه هي الطريقة دي؟ يقول لك إن الأسيتيل كو إي اللي طلع ده مش هيتوقف عند الأسيتيل كو إي، هيتحول إلى مالونايل كو إي. قال لك إيه القصة دي؟ إيه المالونايل كو إي؟ قال لك المالونايل كو إي ده 3 كربون. حلو؟ يعني معنى ذلك الاثنين كربون هيتحول الى 3 كربون. طب هيتحول الى 3 كربون ازاي؟ يبقى انت محتاج كربون سورس. الكربون سورس ده اللي هو البيوتين. يبقى هياخد كربونه من البيوتين ويضيفه الى الاسيتيل كو اي، فيتحول الاسيتيل كو اي الى مالونيل كو اي. عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان المالونيل كو اي هو ده اللي هينضاف للاسيتيل كو اي كل سايكل من السايكلز بتاعه الفاتي اسيد سينثيز. هتقول لي طب ما في مشكله دلوقتي، انت كل سايكل هتضيف 3 كربون للاثنين كربون، يعني معنى ذلك 5. طب هتظبطها ازاي دي؟ يعني احنا عايزين نضيف 2 كل مره. قال لك ما هو المالونيل كو اي هينضاف للاسيتيل كو اي ويطلع كربونه في صوره السي او 2، والمره اللي بعدها المالونيل كو اي ينضاف للاربعه كربونات ويطلع كربونه في صوره سي او 2، والمره اللي بعدها كذلك انضاف للست كربونات ويطلع كربون. فانت كل مره بتضيف مالونيل كو اي 3 كربون، بس انت بتضيف اكشوالي واقعيا 2 كربون، لان في كربونه بتطلع في صوره ايه؟ في صوره سي او 2. يبقى العكس بقى، لو انا بقى عايز احول الاسيتيل كو اي الى المالونيل كو اي اللي هو اللي احنا قلنا عليه ده، هيبقى المايسترو في عمليه اضافه الكربونات لسلسله الكربونات اللي انا عايز اعمل منها فاتي اسيدز، بس كل مره هطلع ايه؟ كربونه، هنقص كربونه في صوره سي او 2. تفتكر الانزيم اللي هيستخدم عشان نحول الاسيتيل كو اي الى مالونيل كو اي، يعني هتضيف كربونه، هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه اسيتيل كو اي كاربوكسيليز. كويس، كاربوكسيليز، وهو ده الريت ليميتنج انزيم في تفاعلات الفاتي اسيد سينسز. يعني لو عايز تتحكم وتنظم عمليه الفاتي اسيد سينسز، نظم هذا الانزيم. كويس، طب هتنظم هذا الانزيم ازاي؟ باللي احنا بنقول عليه ده بقى. انت لسه قايل الانسولين ده كلمه السر، ده المفتاح، لان الانسولين ده هينشط الانزيم ده، هينشط اللي هو الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز. الانسولين بينشط كمان مين؟ بينشط البيروفيت ديهيدروجينيز، مش كده؟ بس هو بصراحه نيته ما بتبقاش عشان يعمل فاتي اسيد سينسز، هو نيته بيبقى عشان يكمل الجلايكوليسيز بتاع الجلوكوز ويدخله فيه كريب سايكل عشان الاسيتيل كو اي. بس طالما الاسيتيل كو اي اتكون، يبقى ممكن يشارك في تفاعلات الفاتي اسيد سينسز بسهوله شديده. كويس، طيب دلوقتي احنا قلنا الانسولين بينشط ده، بينشط البيروفيت دي هيدروجينيز. عكس الانسولين مين؟ عكس الانسولين الجلوكاجون. يبقى العكس بقى، يبقى الجلوكاجون بيعمل انهبيشن سواء كان للكربوكسيليز او سواء كان للبيروفيت دي هيدروجينيز. طيب لو سألك بقى يقول لك ايه كمان بيريجوليت الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز، او سؤال تاني ايه كمان بيريجوليت الفاتي اسيد سينسز، هتقول له ببساطه شديده بالاضافه للانسولين اللي احنا يعني هنفتكره، لازم هنفتكره لان ده تفاعل بناء ففي دماغك الانسولين على طول. هتقول له بص، انت دلوقتي الاسيتيل كو اي بيتحول الى مالونيل كو اي، ببساطه شديده كل ما زاد السبستريت كل ما هيزيد التفاعل في الاتجاه ده.
يبقى الاسيتيل كو اي اكيد بينشط كويس، والستريت اللي بيجيب الاسيتيل كو اي اكيد بينشط، ده ببساطه شديده انت مش محتاج تحفظها، والعكس المالونيل كو اي اللي هو في اخر التفاعل لو زاد اكيد بيقلل. يعني ده دي حاجه بيزكس. يبقى سؤال الريجوليشن فاتي اسيد سينسز انابوليك بروسس، يبقى في انسولين في الموضوع، الانسولين بينشط الكربوكسيليز بينشط البيروفيت دايدروجينيز، الجلوكاجون عكسه، الستريت بيتكسر بيتحول الى اسيتيل كو اي لمالونيل كو اي، يبقى معنى ذلك الستريت يزود الاسيتيل كو اي زود، تمام، المالونيل كو اي قلل، دي كده حاجه ايه، حاجه بيزكس. الاسيتيل كو اي بيجي منين؟ تقول له من البيروفيت دايدروجينيز، وبيجي من الستريت الشاتل عن طريق اللايسز يتحول الى اسيتيل كو اي واوكسالو استيت، والاوكسالو استيت يدخل في البيروفيت ماليت سايكل عشان تطلع لنا في الاخر نت بي اتش. لما يجي يسالك النت بي اتش تقول له البيروفيت ماليت شاتل. طب ممكن يسالك سؤال تاني يقول لك هو النت بي اتش بيطلع في السيتوسول منين؟ وبيطلع في الميتوكوندريا منين؟ قول له في الميتوكوندريا الرياكشن ده اللي هو بتاع البيروفيت ماليت كويس، لما الماليت بيتكسر للبيروفيت ويطلع لنا سي او 2، طالما في سي او 2 افتكر ان في ديهيدروجينيز هيحصل، تمام، الديهيدروجينيشن او الانزيم بتاع الديهيدروجينيز لما يقوم بالاكشن بتاعه في اتش هيطلع عشان اسمه ديهيدروجينيز، يبقى الاتش اللي طلع ده مين اللي هيشيله؟ النات بي اتش، ادي اول ايه، اول سورس اللي هو بتاع الميتوكوندريا. طب في السيتوسول كان في زمان حاجه اسمها هيكسوز مونو فوسفيت شنط، ده بتاع ايه؟ الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز يا دكتور، لما كان الجي 6 بي دي بيشتغل على الجلوكوز 6 فوسفيت ويحوله اللي هو 6 بقى فوسفو جلوكونيت وجلوكو جلوكانولاكتون ويطلع في الاخر يعني تفاعل كده نات بي اتش في الشنط دي، تمام. فيبقى احنا كده عرفنا الايه السورسز بتاعت النت بي اتش. طيب تعالى بقى ناخد الستبس بتاعت الفاتي اسيد سينسز بالتفصيل. انا عندي الاسيتيل كو اي، وقلنا الاسيتيل كو اي ما ينفعش نضاف لاسيتيل كو اي والا هيتوقف التفاعل عند 6، هينضاف لمين؟ هينضاف لمالونيل كو اي. اصلا المالونيل كو اي هو كان جاي من اسيتيل كو اي عن طريق اضافه مين؟ عن طريق اضافه كربون من البيوتين وفي كربوكسيليز انزيم. طب الاسيتيل كو اي والمالونيل كو اي هينضافوا لبعض كده على طول؟ لا، ده في انزيم بيحفز القصه دي، اسمه الانزيم اسمه فاتي اسيد سينثيز، يعني حاجه بديهيه جدا هيعمل سينسز للفاتي اسيد. الفاتي اسيد سينسيز في كلمه كده يقول لك ايه، هو هومو دايمر. يعني ايه هومو دايمر؟ يعني له ايدين والايدين دول ماسكين في حاجات شبه بعضها. ايه الحاجات اللي شبه بعضها؟ استيل كوي ومالونيل كوي. هتقول ما مش شبه بعض قوي عشان ده 3 كربون و2 كربون، بس ستيل ايه، ستيل هو نفس يعني ده فاتي اسايل، فاتي اسايل كو اي يقصد كده يعني بالهومو دايمر ده، ماشي. الاسيتيل كو اي 2 كربون والمالونيل كو اي 3 كربون. يقول لك عشان يمسكوا في بعض لازم في المالونيل كو اي ده بيمسك في حاجه اسمها ايه، الاي سي بي، الاسايل كارير بروتين، يعني بروتين هيشيل الفاتي اسيد ده. هتقول امال ايه الاسايل ده؟ ما هو الفاتي اسيد لما بيمسك في حاجه بيبقى اسمه فاتي اسايل، فيبقى اسمه اسايل كارير بروتين، وهيمسك في مين؟ في المالونيل. والاسيتيل كو اي هيمسك في مين؟ برضه الاي سي بي زيه بالظبط زي الايه؟ الاي سي بي، وينضافوا على بعض. الاسيتيل اي سي بي مع المالونيل اي سي بي، الفاتي سينسيز ياخدهم الاثنين كده ويخبطهم في ايه؟ ويخبطهم في بعض. الخبطه دي هنسميها ايه؟ هنسميها كوندنسيشن.
ودي أول خطوة من خطوات الفاتي أسيد سينسز الكوندنسيشن. المالونيل اي سي بي يضرب في الأسيتيل اي سي بي. اللي بيحصل لما بيضربوا في بعض، احنا عايزين نطلع فور كربون ماسك فيه اي سي بي أسيتيل كربوتين، يبقى هيطلع من القصة دي مين؟ هيطلع واحد اي سي بي بلس كربونة في صورة سي او 2، ويبقى عندنا 4 كربون اي سي بي. التفاعلات اللي جايه بقى هتبقى ازاي؟ التفاعلات اللي جايه هتبقى حاجات على مستوى الفور كربون وحاجات على المستوى الاي سي بي. تعالى ناخد الحاجات اللي على مستوى الفور كربون. هو الشكل بتاع المركب هيبقى عامل ازاي؟ بص بلاش تحفظ، يعني ما تحطش في دماغك الفورمولات، بس افتكر الكلمه دي، ان في بيتا كيتو اسايل ماسك في الاي سي بي ده، كويس. طب البيتا كيتو اسايل يعني ايه؟ اسايل يعني فاتي اسيد، ماشي، وكيتو يعني كيتون جروب اللي هي بتبقى عامله كده، وبيتا عند الكربونه رقم بيتا. يعني ايه الكربونه رقم بيتا؟ كان في زمان كده كنا بناخد طريقه عد الفاتي اسيد من عند الكربوكسيل جروب. لما كنا بنبدا بالكربونه اللي في الكربوكسيل جروب كنا بنسمي الكربونه بتاعه الكربوكسيل جروب واحد، وبعدها اثنين ثلاثة. طب التسلسل بتاع الفا كنا بنعده ازاي؟ بنسيب الكربونه بتاعه الكربوكسيل ونعد من الكربونه اللي بعدها، فنقول الفا بيتا. بيتا دي هي اللي هيحصل عندها الرياكشنات كلها. طب بيتا ما اللي ماسكه فيه الكيتون جروب، احنا عايزين نعمل ايه؟ الخطوات اللي جايه كلها عايزين ننقل الرابطه الثنائيه الدبل بوند ما بين الكربونه والاو الى الكربونه دي والكربونه اللي جنبها، وبعد كده وبعد لما ننقلها نعمل لها ساتوريشن. هو ده التارجت بتاعنا في التفاعلات الثلاثه الجايين. فاكرين لما كنا بناخد الفاتي اسيد بيتا اوكسيديشن كنا بنقول فيه انزيم كده اسمه ايه؟ اسمه دي هيدروجينيز انزيم، كان بيعمل دي هيدروجينيشن، يشيل اتش وبعد كده ايه؟ وبعد كده يحط ميه وبعد كده يشيل الاتش تاني. هنا بقى احنا هنعمل ايه؟ هنا احنا في عملية النقلة دي احنا أول حاجة هنحط اتش، هنحط للأو اتش، هنعمل ريدكشن، وبعد كده هنعمل دي هيدروجينيشن أو دي هيدريشن، وبعد كده نعمل ريدكشن. ايه اللي هيحصل لما نعمل التلات تفاعلات دول أو التلات عمليات دول؟ اتنين تلاتة أربعة. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كالاتي، بص لي، ادي دلوقتي الدبل بوند اللي هي ما بين الكربون والاو، كويس؟ لما هتحط الاتش، الاو ما اصبحتش لوحدها، اصبحت او اتش، فهتبقى الرابطه ما بين الكربون والاو اتش رابطه احاديه، كويس؟ وستيل ان ما بين الكربون دي والكربون دي رابطة أحادية تانية. طيب أنت عايز بقى تعمل إيه؟ أنت كده عملت ريدكشن، حطيت اتش للأو فبقت أو اتش فبقت رابطة أحادية. الحركة اللي بعدها لما تعمل دي هيدريشن، دي هيدريشن يعني هتشيل مية، هي المية إيه؟ H2O، صح كده؟ فأنت هتشيل الأو اتش، هتشيل الاتش وهتشيل الأو، فشلت الأو اتش فأصبح الكربون اللي هنا ده مش ماسك في الأو اتش، كويس؟ المفروض ذرة الكربون تمسك بكام رابطة جنبها؟ بأربع روابط. فأنت كده شلت واحدة منهم. فلما تشيل واحدة منهم غصب عن الكربونة دي هتمسك في الكربونة اللي جنبها برابطة ثنائية عشان تعوض الإيه؟ عشان تعوض الرابطة اللي هي اتشالت من هنا دي. كويس؟ لما أنت شلت كده فبقت رابطة ثنائية، دي عملية الديهيدريشن. طب بعد كده أنت هترجع تاني تحول الرابطه الثنائيه دي الى رابطه احاديه، يبقى تحط اتشات. اول ما تحط اتشات
الكربونه دي هتمسك باتش، والكربونه هتمسك في الكربونه اللي جنبها برابطه احاديه. يبقى انت كده حولت الرابطه الثنائيه ما بين الكربون والكيتون جروب، اللي هي في الكيتون جروب، الى ما بين الكربون والكربون اللي جنبها، وبعد كده عملت لها ساتوريشن بعمليه ريدكشن تاني. كويس، يبقى كده ده التفسير بتاع ريدكشن دي هيدروجينيشن او دي هيدريشن ريدكشن. بنحط اتش، بنشيل اتش 2 او، وبعد كده نحط الاتش مره تاني. طيب الريدكشن ده هيبقى باستخدام ايه؟ هيبقى باستخدام هيدروجين في القصه، صح؟ طب الهيدروجين ده هيجيبه منين؟ الهيدروجين ده هيجيبه من الناد بي اتش اللي احنا شرحناه بيجي منين في السلايد. ناد بي اتش اللي احنا شرحناه بيجي منين في السلايد اللي فاتت. كويس، هتفتكره ازاي؟ انت ممكن تنسى في الامتحان تقول لا ده ناد اتش، لا افتكر ان الفاتي اسيد سينسز هو تفاعل بناء، يبقى اذا الناد بي اتش هو اللي بيبقى مصدر للهيدروجين، او هو اللي بيشيل الايه الهيدروجين لو التفاعل كان تفاعل اوكسيديشن. كويس، يبقى دي الثلاث تفاعلات اللي هتحصل على مستوى البيتا كيتو اسايل. طب ايه الثلاث تفاعلات الثانيه اللي بتحصل على مستوى الاسايل كارير بروتين؟ يقول لك مره هنبقى محتاجين نشيل الاسايل كارير بروتين ده اللي هو ماسك بالمناسبه بذره سلفر في الفاتي اسايل، اللي هو المفروض عمال الفاتي اسايل اللي عمال يلونجيت، عمال يزيد فيه الكربونات. يقول لك بيحصل عمليه اسمها سايت سويتش. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاسايل كارير بروتين ده وهو ماسك فيه التشين تقول له احنا مش محتاجينك دلوقتي، يعني ممكن تروح تمسك في مالونايل كو اي عشان تجيبه لنا. كويس، فالعمليه دي بنسميها سايت سويتش. الاس اي سي بي بيتحول الى اس سيستين. هتقول لي ايه هو السيستين؟ السيستين ده امينو اسيد. طب ليه السيستين من كل الامينو اسيدز الفاتي اسيد اختاره ان هو يبقى بدل الاسايل كارير بروتين؟ عشان السيستين ده كان فيه سلفر، هو اصلا فيه سلفر. كويس، فالسيستين ماسك بسلفر، اس هيمسك مع الاس الثاني عادي جدا، بيقدر يعمل الايه، يعمل القصه دي، او حتى هي ذره السلفر ذات نفسها تمسك هي على طول، والاس مع الاي سي بي يمشي من المركب. مش ده المهم. كويس، المهم ان هو ايه، الاس سيستين هو اللي بيمسك. طب وبعدين يقول لك في عمليه كمان، عمليه الالونجيشن. ايه عمليه الالونجيشن؟ ان مالونايل اي سي بي يجي هنا في المكان ده ويمسك فيه عدد الكربونات اللي موجود. كويس، ويطلع اي سي بي ويطلع سي او 2 ويزيد التشين بتاعه الفاتي اسيد بمقدار 2 كربون. هتقول لي طب ما المالونايل كو اي 3 كربون، هقول لك ماشي، ما هو في كربونه بتطلع على هيئه سي او 2 والباقي بينضاف للكربونه اللي هي تو بي الونجيتد، الكربونه اللي احنا التشين اللي احنا عايزين نطول الكربونات بتاعتها. كويس، طيب بعد الالونجيشن اخر خطوه بقى، خلاص احنا وصلنا لعدد الكربونات اللي احنا عايزينه، عايزين مثلا نعمل بالميتيك اسيد مثلا، فكونا ال16 كربون، خلصنا العدد اللي احنا عايزينه، ولكن ستيل في اخر المركب في اس ماسك فيه الاي سي بي. نعمل عمليه ايه بقى؟ نعمل عمليه الثايو لايسيس. يعني ايه ثايو لايسيس؟ الثايو دي لها علاقه بالسلفر، لها علاقه بالاس. ثايو يعني سلفر، سلفر اتوم او سلفر جروب. كويس، واللايسز اللي احنا بنعمل لها لايسز كاننا كده بالظبط بنقطع المركب من هنا كده. كويس، فالثايلايسز ده ينتج عنه ايه؟ ينتج عنه ان الاس تبقى ماسكه فيه الاسايل كارير بروتين بالمنظر ده، وبعد كده في اتش تيجي هنا كانه كده بيجيب اتش من اي حته كده، يعني يقفل على الاس اي سي بي،
ويطلع لنا الفاتي اسيد بعدد الكربونات اللي احنا عايزينه. يبقى دي الخطوات بتاعت الفاتي اسيد سينسز، بدايتها بالكوندنسيشن. ما تنساش ان الاستالكوي مش بيمسك في استالكوي، بيمسك في مالونايل كو اي، بعد ما بقى مالونايل وماسك في اسايل كارب بروتين. كويس، في ثلاث خطوات على مستوى البيتا كيتو اسايل، الكيتون جروب اللي ماسك فيه الكربونه رقم 2 بعد كربونه الكربوكسيل. كويس، وفي ثلاث رياكشنات بتحصل على الاي سي بي اللي هو ماسك في الفاتي اسيد. مره يغير ويروح يشوف مالونيل كو اي يمسك فيه، مره المالونيل كو اي يجي يرتبط بيه ويطلع سي او 2 ويضيف 2 كربون للتشين بتاعت الفاتي اسيد. وبعد كده بعد ما بنوصل لعدد الكربونات اللي احنا عايزينها بيحصل ثايولايسيس بانزيم، عشان بس يبقى كل المعلومات معاك، بانزيم اسمه ثايو استريز. يعني لو سالك فيه ثايو استريز انزيم، فيطلع لك الفاتي اسيد والاتش اس اي سي بي. كده يبقى احنا عملنا فاتي اسيد سينسز بالكربونات اللي احنا او بعد الكربونات اللي احنا عايزين. طيب دلوقتي في قصه كده يقول لك يعني انا دلوقتي معايا الفاتي اسيد، الفاتي اسيد ده ساتوريتد صح؟ يعني ايه ساتوريتد؟ يعني كل الكربونات اللي ماسكه في التشين ما بينها وبين بعضها 1 بوند، مفيش دبل بوند، ده مش موجود، ده معنى الساتوريشن. فانت عايز تعمل من الساتوريتد فاتي اسيد ده تحوله الى unsaturated. unsaturated عند one bond، يعني مثلا عايز تحط دبل بوند ما بين الكربونه رقم 2 مثلا و3، عايز يبقى في كربونه ما بينهم. هذا ايه؟ هذا الموضوع الدبل بوند دي. طيب الدبل بوند دي ما بين الكربونه والثانيه، ادي الكربونه ماسكه في الكربونه اللي بعدها وهنا الكربونه اللي بعدها. لو هتعد عدد الروابط اللي الكربونه دي ماسكه فيها تقول 1 2 3، يبقى لازم في ذره هيدروجين هتمسك فيها، والكربونه دي كذلك لازم في ذره هيدروجين هتمسك فيها. لو الاثنين هيدروجين كانوا في نفس الاتجاه بالمنظر ده هنسمي الموضوع ده او هنسمي الكومباوند ده سيس، سيس انساتوريتد فاتي اسيد. لكن لو كان الاتش مش هنا، الاتش كان الناحيه الثانيه، هنسمي الموضوع ده ترانس انساتوريتد فاتي اسيد. كويس، ليه بنقول القصه دي؟ عشان الموضوع ده هنحتاجه بعد شويه، هنحتاجه بعد ما نوصف التفاعل بتاع الدي ساتوريشن اللي احنا نحول الساتوريتد الى انساتوريتد. طيب نرجع تاني، الساتوريتد عايزين نحوله الى انساتوريتد، يبقى هنعمل ايه؟ الكربونه اللي احنا عايزين نحولها هنا كده مثلا، لو نفترض دي هي ماسكه في اتشات هنا وماسكه في اتش، ودي كمان ماسكه في اتش ماسكه في اتش، يبقى انت عايز تحول الرابطه دي الى رابطه ثنائيه، يبقى عايز الاتش ده والاتش ده تشيله. كويس، طيب لما هتشيل الاثنين اتش دول يبقى دي عمليه ايه؟ عمليه اوكسيديشن او عمليه دي هيدروجينيشن. مين اللي بيقوم بالقصه دي؟ انزيم اسمه الدي ساتوريز، الدي ساتوريز انزيم. طب الاتش ده مين اللي هيشيله؟ هو ده بقى بقيه الرياكشن. يبقى انت هتقول كده ساتوريتد فاتي اسيد هيتحول الى unsaturated فاتي اسيد عند one بوند، في اتشات هتطلع، مين اللي هيشيل الاتشات ده؟ يقول لك احنا عندنا O2 ممكن يشيل الاتشات دي. الاتشات دي جايه منين؟ جايه من المركب. بس خلي بالك المركب اللي هو فقد 2 اتش عشان يمسك فيه ال 2 او، لا انت محتاج عدد من الهيدروجين اكتر عشان يبقى عندك اتش 2 او، عندك 2 اتش قصاد 1 او. طب الاتشات التانية دي هيجيبها منين؟ قال لك في ايرن، في انزيم تاني، الايرن ده بلس 2
هيفقد اتش ويتحول الى بلس 3. كويس، لما يفقد اتش يتحول الى بلس، يبقى انت كده بتزود ايه؟ بتزود عدد الاتشات اللي هي ممكن تمسك فيه الاو 2 عشان يبقى النسبه 2 اتش لكل ذره اكسجين. يبقى انت دخلت دلوقتي انزيم تاني غير الدي ساتوريز. الانزيم التاني اسمه ايه؟ اسمه سيتوكروم بي 5 ريدكتيز. هتقول لي الله، بس اللي حصل هنا اللي انا شايف ان في اتشات طلعت، كويس، هو عمل ريدكشن لايه؟ قال لك ما هو الاتش اللي طلعت دي هو صحيح اداها للاو 2، كويس، بس في فاد في السكه اتحول الى فاد اتش 2، تمام. وعشان بقى في الاخر انت عايز هيدروجين كتير، خد بقى الكبير عندك. انت عندك كمان في التفاعل ده ناد بي اتش زائد اتش بيشارك بهيدروجين وبيتحول في ناتج التفاعل الى ناد بي. تعالى بقى نعد ونحصر ايه اللي دخل في الرياكشن وايه اللي طلع منه. اللي دخل في الرياكشن الساتوريتد فاتي اسيد والاكسجين والناد بي اتش، تمام، والايرن داخل برضه بايه؟ ببلس 2 اتحول الى بلس 3. اللي طالع انساتوريتد، كويس، و اتش 2 او وفاد اتش 2 وناد بي والايرن ال 2 بلس الى ايرن 3 بلس. هتلخبط، افتكر الاتي، انا عندي 2 انزيمز، واحد دي ساتوريز وواحد بيقوم بالعمليات اللي حوالين الدي ساتوريز او اللي هيتطلبها التفاعل، كويس. افتكر تاني نقطه، اللي انت عايز اتشات كتير عشان الاو 2 دي انت عايز تحولها لاتش 2 او، ولو انت اكتفيت بالاتنين اتش اللي انت هتنقصهم من الساتوريتد فاتي اسيد عشان يبقى الان ساتوريتد فاتي اسيد مش هيطلع لك النسبه مظبوطه، فانت عايز مركبات تانيه. المركبات التانية دي هتدخلك بقى في قصة من التفاعلات التانية بيقوم بيها انزيم اسمه سيتوكروم بي 5 ريدكتيز اللي ماسك فيه الايرن بلس 2 بلس الى ايرن 3 بلس، فكمان هو بيشارك بايه؟ باتشات. افتكر ان في ناد بي اتش بيتحول الى ناد بي وفاد بيتحول الى فاد اتش 2، بس كده، هو ده المفروض ايه تفتكره في القصة بتاعت الدي ساتوريشن، تمام؟ كويس. انت دلوقتي طلع لك دي ساتوريتد او ان ساتوريتد فاتي اسيد عند رابط، وقلنا لا اما هيبقى سيس لو كان الاتشات مسكت في اتجاه واحد، او هيبقى ترانس لو كان في اتش فوق واتش تحت. طيب هو المفروض بيكون اللي بيكون عليه ايه عاده؟ اللي بيكون عليه عاده السيس فوق. طب بعد كده لو احنا عايزين بقى ندخل الانساتوريتد فاتي اسيد ده في بيتا اوكسيديشن، عايزين نعمل بيتا اوكسيديشن، عايز تكسره يعني، يقول لك لازم الانساتوريتد ده يتحول الى ساتوريتد. يعني نرجع بالايه بالتفاعل تاني. طب عشان يتحول الى ساتوريتد انت هتعمل ايه؟ الدي ساتوريز كان بيشيل اتشات، صح كده؟ انت هتضيف هنا اتشات، يبقى هتعمل ريدكشن، يبقى الانزيم اسمه ريدكتيز. طب اللي ماسك برابطه ثنائيه دي هنسميه ايه؟ هنسميه اينويل. يعني الفاتي اسيد في اينو دي كان في يعني اللاتين الاثنين رابطه ثنائيه، ماشي؟ فهتعمل اينويل ريدكتيز، فهتحط اتشات، هتضرب اتشات هنا، فالرابطه دي هتفك والسي هيمسك في اتش زياده والسي ده هيمسك في الاتش الثانيه دي، والرابطه دي خلاص بقت ايه؟ بقت رابطه احاديه. انت كده عملت ساتوريشن للمركب ده بي اللي هو الانويل ريدكتيز، تمام.
اول ما يتحول الانساتوريتد الى ساتوريتد، الساتوريتد ده يقدر يدخل في عمليه البيتا اوكسيديشن. طب في نقطه قبلها، انت دلوقتي قلت ان الموست كومن او فورم من الانساتوريتد فاتي اسيد ان هو يبقى سيس، فانت عايز تحوله الى ترانس الاول. طب هتحوله الى ترانس الاول عشان يعمل القصه دي بانزيم اسمه ايه؟ بانزيم اسمه ايزوميريز، انويل ايزوميريز. كويس كده؟ يعني ايه ايزومر؟ يعني هو نفس الكيميكال فورمولا بس الاورينتيشن بتاع الاكتيف جروب بتبقى مختلف. كويس؟ هو ده اللي حصل، السيس اتحول الى ترانس. هتقول لي طب ليه السيس ما بيتحولش الى الساتوريتد على طول بالانويل ريدكتيز؟ لازم بص كده، يعني التحولات دي اساسها الطاقه بتاعه المركب، فعشان نحول مركب طاقته قد كده لمركب هتبقى طاقته بالقدر الفلاني، فلازم نمشي ستيب باي ستيب. فالسيس يتحول ترانس، وبعد كده الترانس يتحول الى الساتوريتد فاتي اسيد باستخدام الانويل ريدكتيز، وبعد كده الساتوريتد يدخل بقى في الايه، في البيتا اوكسيديشن. يبقى احنا كده خدنا الفاتي اسيد سينسز، نفتكر ان هي عمليه انابوليك. يبقى الانسولين هيبقى في ريجوليشن، يبقى محتاجين اسيتيل كو اي كوحده اساسيه هنبني عليها، ومحتاجين نات بي اتش عشان حاجه تشيل اتشات او تدي اتشات في التفاعل البناء ده. قلنا الاسيتيل كو اي مش هينفع ينضاف لاسيتيل كو اي تاني، لازم مالونايل كو اي بانزيم اسمه الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز، بما انك هتحول الاسيتيل كو اي 2 كربون الى مالونايل كو اي اللي هو 3 كربون، فهتضيف كربون بالانزيم اللي احنا قلنا عليه ده. كويس؟ بعد كده الستبس بتاعت الفاتي اسيدز، فاتي اسيد سينسز، الاثنين انضافوا لبعض بعمليه كوندنسيشن. بعد كده في حاجات على مستوى البيتا كيتو اسايل، كويس، وحاجات على مستوى الاي سي بي اللي هو الاسايل كارير بروتين. البيتا كيتو اسايل انت عايز تحول الكربونه اللي ماسكه او الرابطه اللي ماسكه في الكيتون جروب الثنائيه الى ما بين الاثنين كربون، وبعد كده تشيلها تعمل لها ساتوريشن، فعمليه ريدكشن بعد كده دي هيدريشن بعد كده ريدكشن. كويس؟ طب على مستوى الاي سي بي انت ممكن تشيل الاي سي بي وتحط مكانه سيستين عشان الاي سي بي يروح ايه يجيب مالونايل كو ايه تاني. ممكن تعمل ايه؟ تضيف بقى مالونايل كو ايه من عند الحته دي. كويس؟ المالونايل كو ايه لما بينضاف ما بينضافش ثلاثه، بينضاف اثنين والسي او 2 بيطلع. في الاخر خالص عمليه الثيوليسيس والاي سي بي بي ثايو استريز بتشيله، ويبقى عندك فاتي اسيد وعندك الاس ماسك في الاي سي بي. كويس؟ الحاجه الاخيره اللي احنا خدناها الدي ساتوريشن، الدي ساتوريشن بدي ساتوريز انزيم. كويس؟ معاه رياكشن ثانيه بتخدم على الدي ساتوريز انزيم عشان تزود عدد الاتشات عشان الاو 2 يتحول الى اتش 2. في الاخر خالص بنقول لازم الانساتوريتد عشان يحصل له بيتا اوكسيديشن لازم يتحول الى ساتوريتد فاتي اسيد بريدكتيز انزيم. دي كانت كل القصص بتاعت الفاتي اسيد سينثيسيس.